l'Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. Mais aujourd'hui, les dirigeants algériens ne nous respectent pas, ne nous respectent plus. Les Algériens, aujourd'hui, nous empêchent de survoler leur espace aérien, alors même que nos avions ont besoin de le traverser pour se rendre au Sahel, pour la guerre. Stop et comment ? Arrête, je t'appelle François Xavier. T'es algérien, pur sang français. Mais t'as rien à dire. D'abord, je voudrais dire que je suis très content pour l'Algérie. Depuis très longtemps. C'est vrai, on peut, faut le dire. On peut, j'allais, il faut le dire quand même. أنا كنت نروح لتونس نحكي لك على بكري كنت نروح عمي في الله يرحمه في تونس اليهود في تونس والله شهادة لله والله غير اليهودي غير يشوف لي زارجيني غير يهرب كان يشوفنا يهرب والله 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 بالتالت هذه جامي حكيتها كانوا يشوفونا يهربوا يخافوا لي زارجيني احنا موقف تاعنا باين أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه لذيك يا ليل آهات نرددها أواه لو أجدت المحزون أواه لتحسبني محبا يشتكي واصبا أهون بما في سبيل الحب ألقاه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا ضعناه ويح العروبات كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه هي الحنيفات عين الله تكلاؤها فكلما حاولوا تشويهها شاه هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياه من وحد العرب حتى كان واتيرهم إذا رأى والد الموت رآخاه وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساسى رعاة الإبل مملكة مساسها قيصر من قبل أوشاه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدمن له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فارقا من خوفه وملوك الروم تخشاه سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه استرشد الغرب بالماضي فأرشاده ونحن كان لنا ماض نسيناه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا